كنا في منطقة المواجهات، كانوا الشباب طلعوا يعني على المنطقة المحاذية لمنطقة البؤرة الاستيطانية، فما كانوا شكلوا أي خطر على جنود الاحتلال أو المستوطنين، ما كانوا زامين سلاح، ما زامين أي نوع من السلاح. فجأة طلوا الجيش جنود الاحتلال وإطلقوا النار بشكل مباشر على الشاب اللي المصاب. طبعا الرصاص حي والإصابة في الرأس، كان في صعوبة في نقل المصاب. المنطقة اللي كان متواجد فيها المصاب منطقة وعرة جدا وما فيش فيها طرق يعني سهلة، فنقلوا الشباب يعني مسافة طويلة على أيادي. نقلناه في سيارة لحين وصلنا لصدارة الإسعاف. الشاب كان فاقد الوعي وكان وضعه يعني مش سهل. الشاب بكى على الأرض، الشباب من النار، اطلاق النار، الشباب ابتعد شوي عن الموقع، الشاب كان على الأرض ينزف. فالشباب يعني قعدوا فترة لما حاولوا يوصلوا للمصاب، فمن فعل اطلاق النار من الجنود عليهم حتى تمكنوا انهم في الاخر انهم يسافروا يوصلوا له.